خلي واحد من الداخل يستجي يطلع يعفس، لا روح نحط صار ماي بتمه. خلي واحد من الداخل يستجي يطلع يشبح على الناس اللي بالخارج او يشبح على الثوى لحتى نعالجه بالسلاح. ليش الناس اللي قاعده معاكم على كل احوال 15 شهر جاي نشوف كم مليون بده يطلع من الثوار، في 12 مليون مهجر، نشوف ب 15 شهر بيوم الغضب ميلاد الثوار كم واحد بده يطلع؟ الكل مرضى من هلق والكل عندهم اشغال واعمال. نشوف انتم باسم مين طلعتوا؟ تهابا من داعش والنصر. فاللي بالخارج يلجم اللي بالخارج. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلماء بتفسير هذه الآية وبعض الآيات الأخرى مش متذكرها، وجود الصالح ما بين ناس فاسدين لا يدعوهم إلى الله ولا يلجمهم ولا يعطيهم حجمهم هو فاسد مثلهم. هون ألم تكن أرض الله واسعة فتواجهوا فيها إلى كل الذين يكرهوننا يا طلاب الصادق احنا نقاكم بالافعال. اذا جرير بتضل يحكي على البث المباشر يوم يصير معاكي بتلاقيه لسه على البث المباشر وما هو موجود معاكي جاي كذاب. انت الك بالافعال. انا بالنسبه الي على مستوى خلوه لكم جماعه النسيج الاجتماعي والتحاور، وبدك تخلي كل الاطراف قريبه منك وما تزعل حدا وتحترم الاخوات والاخوه. انا هذا اعلمه. انا بالنسبه الي طالع عياء وطلعت اليوم قصادا عياء. انا هذا اعلمه. مشان اللي ما عنده صوره لإلي وانا ارهابي يتاكد اني ارهابي. وان شاء الله بزوده بصوره وانا عم بذبح عناصر ان شاء الله. بزوده بفيديو ان شاء الله. او انا عم بلصق جسدي في سبيل الله. مشان اللي ما متاكد اني ارهابي يتاكد. لا عدل الا ان تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب. علي وصحبه وسلم. صفنا لك العداد من البدايه. شبيح وائل اسحاق. شبيح، لماذا هو شبيح؟ دخل قالوا يا ثوار الخارج اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. بدنا نشوف عملكم. بعت لك حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعطينا قطعه من اللي وراك للركبه بدل هي الخرقه. طبعا هي شغلي خياطتي. وفي وحده